المسألة الثانية، أولا هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض المقدسة بوركت في القرآن الكريم 5 مرات وقدست مرة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، للبشرية كلها مبارك في هذه الأرض. هذه أرض لها وظيفة، سبق قلنا أن القدس هو الطهر والقدس، فهي الأرض المطهرة بشكل مستمر، كلما لابسها دنس وظلم طهرت، لها وظيفة. وكونها مباركة، والبركة وثبوت الخيرية كوظيفة لهذه الأرض إلى يوم القيامة، لأنه من معنى البركة الثبوت، كيف لما قلنا مثلا بركة البعير أو البركة ثابت. إذن الخيرية المستمرة ثابتة كوظيفة لهذه الأرض. شو يعني؟ فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. خيار أهل الأرض يعني معناته الموجودين في فلسطين هذول من خيار أهل الأرض، فخيار أهل الأرض ألزمهم، يعني بيلتزموا مهاجر إبراهيم اللي هي الأرض المقدسة لأنه والمباركة، لأنه ونجيناها أي إبراهيم عليه السلام ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، للبشرية كلها. نشوف إذن أنتم موجودين، نعرف وين موجودين. لذلك الوجود في هذه الأرض هو فضل رباني، إنه يسر أن تكون في هذه الأرض. وتنسوش إنه أغلبكم برد في أصوله إلى القوات والجند اللي جاءوا مع صلاح الدين وحرروا فلسطين واستقروا، يعني أنتم أحفادهم من بقاع مختلفة جو مسلمين إلى هذه الأرض ليحرروها ويطهروها من الدنس، ولا يعمر فيها ظالم. إذن الوجود في هذا البلد على فكرة نعمة وفضل رباني وشرف، وبالتالي مسؤولية، لأنه كل ما كان في نعمة أكبر كل ما أصبحت المسؤولية إيش؟ أكبر. كل ما كان في تشريف معناته المسؤولية أصبحت أعظم. ولذلك من فضل الله على الناس إنه هم اللي كانوا في هذه البلاد.